يا مساء الخير عن جديد، واليوم 5 رمضان. يا رب يكون الافكار اللي عم بعطيكم اياها كل يوم عم تنال اعجابكم. اليوم بدنا نعمل اكله طيبه لذيذه، يعني في حدا منا ما بيحب الكباب، بس في عنا شيء اسمه كباب هندي، في عنا كباب بطحينه، في عنا كباب ساده مع بطاطا وحمض وثوم. اليوم بدنا نعمل كباب بطحينه بطريقه كثير لذيذه وكثير طيبه، وهي تعتبر من الاكلات اللي كثير سهله حتى برمضان. انا سبحان الله بحب هدول الاكلات اكثر من اكلات مثلا رز وبامية، رز وفاصولية، بحسهم بيقبلوا أكثر على الفطور. وجنب منا بصراحة بدي أعملكم جرجير، ولكن اليوم على شوي بدنا نغير عن الطريقة الشرقية اللي نحن بنعرفها، حنعملها على الطريقة الغربية. رح نحتاج شوي من خل البلسمك مع الخردل. هلا أول شيء أعرفكم على المقادير. هلا هون بالنسبة لسلطة الجرجير، هون عندي جرجير مثل ما أنتم شايفين، هون في عندي فطر فريش، بندورة كرزية، حأحتاج يعني عيارين من الزيت وعيار من خل البلسمك، هاحتاج رشه من السكر طبعا مع الملح ليكون ملح. هلا بالنسبه للحمه بطحينه، هلا هون في عندي اللحمه مثل ما انتم شايفينها، هلا طلعتها بدي اهرسها بفرن مره حطيتها مشان استغل اكبر وقت ممكن. بالنسبه لتتبيله الطحينه، لبن، طحينه، ليمون، وهون في عندي يعني يا دوب سنتين توم، ملح، فلفل. هون هاحتاج كمان برشه بصله مع بقدونس. خلونا نبلش اول شيء باللحمه مشان تلحق تستوي معنا. هلا اول شيء اللحمه انا حطيتها شوي بالفريزر، بقى شوي جمدت معي، هلا حارجع احاول فكفك فيها شوي. هلا بالنسبه للحمه بتمنى تكون لحمه كباب، تمام، مشان تطلع معي ازراف. هي حنحطها شوي، بلشت تفكفك معي، هحاول بلش تبلها وبعدين برجع بفردها بهذا الشكل، لانه الميكروويف في شيء اسمه ديفروزنج، يعني انا حطيتها على الديفروزنج ما كثير بتفك، ما بتخليها تستوي من برا، بتضل محافظه على قوامها. هلا رح اقيم ونضيف عندي شوي من الملح، رشه فلفل اسود، برشه جوزة الطيب تعطي طعمه للكباب كثير كثير طيبه، يعني بتمنى يعني دائما ولما بتعملوا كباب حطوا هالبرشه. هلا هون مثل ما انتم شايفين ببرش بصله مثل ما هي بالمبرشه، يعني انا بدي اياها كثير ناعمه، رح اقيمها واضيفها عليها. وهون حضيف عندي شوي من البقدونس كمان بهذا الشكل، يا سلام على هالريحه اللي طلعت. ورح اضيف عليها شوي من زيت النباتي، ولازم اذا اللحمه عندك كثير مدهنه بكفي انه ما تضيفي عليها الزيت النباتي، بس انا هون حسيتها شوي بدها. وهلا حبلش اعرك، حقيم هي مشان تبين معكم بهذا الشكل. طبعا هلا الكباب بطحينه هي مجرد كباب مع تتبيله الطحينه بنحطها بالفرن، بتقوموا وهي بس انا بصراحه اليوم ما بعرف ليش حبيت ضيف عليها طبقه من البطاطا تحت منها، يعني منه بترمي وهيك، ومنه اللحمه عندي بضمن انه هيك يطلع ما تلزق مثلا بقلب البيركس. ونزيد لكم انه فيكم طول ما انا قاعده عم بعمل كباب وطحينه في رقم عم يطلع معكم باسفل الشاشه، رح بتدقوا لي عليه وباخذ منكم اتصالات، واي سؤال بدكم اياه رح جاوبكم عليه. وهي اجانا اول اتصال. مايا شفتنا القمر، كيفك؟ اهلا وسهلا يا مايا. اهلا فيكي. اهلا، كيفك؟ رمضان كريم عليك يا رب. معلي تعلي صوتك شوي. رمضان كريم. رمضان كريم علينا وعليك حبيبتي. الله يسلمك. هلا انا بدي اسالك عن اللازانيا، هلا انا كيف بدي اخليها انه ما تلزق ببعضها؟ اللي هي لازانيا. لازانيا، ايه تكرم عينك. هلا فورا وانت بدك تعملينا اياها من تحت ايديك الحلوين والله حتى نتعلمها. والله كنت حاططها للصراحه، كنت حاططها بالمنيو ورجعت شلتها. تمام. ليش؟ لانه برمضان عن جد بدها وقت اللازانيا. اي والله بدها وقت، صح. ايه عن جد انا بحسها بتاخذ معي وقت اكثر ما اني مثلا املي في يبرق، ما بعرف بحسها كثير بتاخذ. انت عندك صوص بولونيز، عندك صوص البشاميل، صح. وعندك طريقتين للباستا. الباستا هلا انا بصراحه نحن عندنا بمعهد قلقامش تعلمنا عندنا طريقتين للباستا، اما بتحطيها بمي سخنه كثير مع زيت نباتي وشويه ملح وتتركيها لحتى تطرى وحده وحده، عرفتي؟ يعني بيكون عندك مساحه كثير كبيره، او ممكن تستخدمي الطريقه الثانيه اللي هي تخليها مثل ما هي تحطيها بالبيركس بين الطبقات. اهم شيء بهي الحاله بتاخذ معك ثلاث ارباع الساعه. بدك تضطري تحطي صوص البشاميل تحت يعني من تحت اول شيء بتبلشي فيها، ويكون صوص البشاميل شوي خفيف ما انه كثير سميك. لما تكون عندك مستويه انت ما بدك اياه يكون مريء، يعني هي اوريدي 10 دقائق بالفرن وخالصين. يعني هلا انا فيني احطها مو مستويه. هلا انا بصراحه حبيتها مو مسلوقه اكثر.
تمام. ايه وبجللها يعني بتغطيها بالسلوفان وخليها لحتى تاخذ وقتها. بحط اول شيء طبقه بولونيز عفوا بشاميل، بعدين بحط مع الباستا اللي هي بتجي قاسيه بتعرفي، بكسر وبحط يعني وما تحكي لي هم مدور كذا، المهم بتغطي كل الاجزاء. متى ما خلصت بقيمه وبرجع بحط كمان صوص البولونيز، صوص بشاميل، شويه اشقوان وبرجع بحط. بضل عم اعيد هي الطريقه 3 مرات لحتى توصلي للاخير تحطي طبقه بشاميل وشوي من الاشقوان او البارميزان اللي انت بتحبي، بتغلفيها بالسلوفان 3/4 ساعة بالفرن من فوق ومن تحت، اخر شيء بتطلعيها بترجعي بتحطي عليها شوي من الاشقوان وصحه هن. شكرا كثير كثير لك. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. وفردت معنا اللحمه ونحن قاعدين عم نحكي تليفون، شفتوا؟ بتانجز المره لما بتقعد تحكي على التليفون. رح نبلش انا اقرص هون عندي القطع. نجيب جاط من عندي من هون. عشان فرد ما تغيرنا الكفوف تكون خالصة. طبعا انا بالفرن قطعت بطاطا ترانشات مدورة وحطيت عليهم ملح فلفل وشوي من الزيت النباتي وبخت مية دوب خفيفة، هلا بيكونوا استوى ورح نقيم ونحط عليهم قطع الكباب بالطحينة. فيكم تعملوها مدورة مطاولة، الشكل اللي انتم بتحبوا تحطوه بتحطوه. حابينكم اياها هيك. شفتوا المرأة قديش بتنعجق لما بتقعد تفوت على المطبخ. معنا اتصال من لما. الو الو. اهلا يا لما، يعطيك العافيه. اهلا وسهلا. رمضان كريم يا لما. بدي اسالك عن المغربيه. مغربيه، تكرم عينك يا لما. بس المغربيه الخشنه صح؟ المغربيه ايوه. ايه تكرم عينك يا لما. هلا مثل ما انتم شايفين رح قيمها وحطها بهذا الشكل. هلا بالنسبه للمغربيه ان شاء الله تكوني عم تلاقي خشنه، لانه انا بصراحه الي فتره عم دور على الخشنه ما عم لاقي غير الناعمه، الناعمه انا ما بصراحه ما كثير بحبها. المغربيه كثير سهل طبختها، بتسلقيها يعني بتكوني سالقه لحمه او جاج، ويفضل اللحمه يعني اصولا لحمه، بتغليها منيح لحتى تفوش عندك بالوش، بتقيميها بمرقه اللحمه وبتحطيها، بس بتحطي لها ملح وفلفل وبتجلليها باللحمه، كثير سهله طبختها ما بدها كثير. الشغل بالمغربيه صعب لما انت بتعملي المغربيه على ايدك، على فكره في ناس بتعمل المغربيه على ايدها كثير ظريفه، بس انا لقيت شغلتها كثير لبكه جدا جدا جدا، لهيك ما لقيت المغربيه الخشنه، لهيك قررت انه خلص اختصر السيره وحط عندي هاي هيك، حنقيم ونحط بهذا الشكل. يا الله ريحه البصله مع البقدونس بالكباب انا ما فيني استغني عنها. في كثير ناس تقول لك لا البقدونس بتغير طعمتها، البقدونس والبصله بتعطي طعمه كثير طيبه وكثير لذيذه. معنا اتصال مصطفى. صفا الو، يعطيك العافيه. عشان تواخذيني اخذ علينا الصيام. اهلا يا صفا. اهلا فيكي. رمضان كريم علينا وعليك. شو عامله اكل يا صفا؟ ذكرينا. والله يعني انا خاصه بيني وبيني وبينك. كوسه بلبن. كوسه بلبن، صحة وهنا. صحي بيعملها هالكم يوم. على قلبك يا رب. بدي اسالك شيف على السمك المقلي اذا في مجال. معلش ترجعي بس تعلي صوتك شوي. بدي اسالك على السمك المقلي. السمك المقلي؟ ايه تتبيلته شلون بيتبل؟ بس البحري، البحري حصرا، انا النهري ما. ايه اكيد. ايه البحري طبعا بتكوني اذا كان مفرز بتقيميه وبتحطيه. ما عم بسمعك على التلفزيون. ما عم بسمعك، معلش بس شوي تعلي صوتك. ما علي اسمعك على التلفزيون. تسمعيني على التلفزيون؟ شو رأي المخرج؟ خلص خليكي على التلفزيون. ايه ماخذ. ايه هلا بالنسبة للسمك المقلي إذا كان بحري بس بتقيمي، إذا كان مفرز بتقيمي بتحطيه بمصفاي لحتى ينشف ميته على الأخير، طبعا بده يكون منظف هي أهم شيء من جوا. إذا حبيتي مثلا جاكي تازة ممكن تحطي بقلبه طرنشات من الليمون وتحطيه بالفريزر لحتى يسحب، بس هو إجمالا البحري ما له زنخة. النهري هو اللي بيعطي الزنخة. بس أنا للصراحة فقط ما بحط غير ملح فلفل، تبلهم منيح ما بحط له شيء. بلكه بالطحين على مقلايه تكون الزيت فيها كثير غزير جدا وكثيرا، يعني بده يكون كثير غميق، وبنزلهم بقلبهم يكون كثير حامي وبس، وصحه والف هنا. وبتعرف جنب منه بتعملي طرطور وبطاطا مقليه، بس بتعرفي انه بالساحل بيعملوا جنب منه مجدره؟ ليش ما بعرف. يا سلام. وهي اللحمات عندي طلعوا على القد وهيك صاروا عندي جاهزين. هلا حنشلح الكفوف ونجيب صينية البطاطا من الفرن تكون عندي استوت. طبعا انا الي تقريبا شيء نص ساعه حاططها بتكون استوت عندي، هي قرمشت وطريت عندي، واساسا هلا اوريدي كمان بترد ترجع عندي كمان تاخذ شويه استوى. هلا رح نقيمها ونبلش نحط هون، نجيب الملقط وطبعا
وطبعا حارجع اذكر انه كل حدا حابب يسالني اي سؤال فيكم تسالوني اياه، وانا قاعده عم اطبخ الكباب بالطحينه. والله مو منظر بشهي. فيكم مثل ما قلت فيكم تستغنوا عن قطعه يعني صفه البطاطا من تحت، بس صدقوني كثير طيبه معها جدا. ومره كمان جربت معها قطعه بندوره كمان كثير طيبه مع الخضره وترنشات بصل، جدا اعطتني طعمه طيبه كثير. فشو رايكم تروحوا فاصل وترجعوا لعندي بعد شوي؟ هالايام منوقف محتارين بين عادات وخبرات تعلمناها من اهالينا وبين تطورات وتحديات بيطلبوها اولادنا. كريمة الطبخ من هوا الشام بتعطي الاضافه والغنى لوصفات الماضي وبتقدم لك احتمالات كبيره لتفرحيهم بكل طعم جديد. كريمة الطبخ من هوا الشام تجمع الكل على سفرتك. يا مساء الخير عن جديد، ورجعة كتير قريبة. مثل ما شفتوا أنا هون هلأ صفيتهم، بس أنا عم فكر حط يعني شو بدي لكم نقطة مية دوب صغيرة، يعني حسيت شوي نشفانة مية البطاطا من تحت بهذا الشكل بس، ولحط معهم شوي من الزيت النباتي، هيكو زيت النباتي فوق اللحمة، ولح نقيمها ونفوتها على الفرن. بهذا الوقت لح نساوي أنا وياكم صوص طحينة. طبعا ما كثير حتاخذ وقت لانه هي لحمه كباب، غنم ما بتاخذ معي كثير وقت، يعني اكثر من 10 دقائق حرام تقعد بالفرن. حطها هيك. وهي هيك حطيتها، بس انا عم فكر كمان ارفع شوي لفوق مشان تلحق تستوي معي من هون لاخر الحلقه، ونقول بسم الله. قولوا معي بسم الله. شكرا. هلا نتركهم بس ما بننساهم ان شاء الله. هلا حنبلش نعمل انا وياكم صوص الطحينه، بس معنا اتصال. ابتسام. الو، يعطيك العافيه. اهلا يا هلا ابتسام. اهلا فيكي، بس لو سمحتي بدي معلش بس يا ابتسام، بس يا حياتي بس علي لي صوتك شوي. ايه بس بدي طريقه شيخ المحشي. طريقه شيخ المحشي، ايه تكرم عينك، بس اذا بدك انا بعد يومين بدي اعملها كمان، تابعيني بدي اساويها. ايه ماشي، انا متابعتك على طول. اهلا وسهلا يا روحي. اهلا فيكي. اهلا فيكي، اهلا وسهلا. هلا هون عندي صوص طحينة، عندي هون كوبين من اللبن، انا الزبدية عندي مشفافة بس مثل ما انتم شايفين، كوبين من اللبن، كوب من الطحينة، هاحتاج عندي شوي من الثوم المهروس، كوب من الطحينة، لأنه هي أساسا البل طحينة، وراح أحط فوق منهم يا دوب عصرة ليمونة كثير خفيفة، وما بدي أكثر من هيك، مع رشة ملح، بحاول ما كتر، يعني أنا حطيت على اللحمة، ورجعت حطيت على البطاطا، خلي صوص الطحينة ما يكون كتير مالح. هلأ وهون عصرة وحنحركها ونقيمها على جنب، وهيك تقريبا صار الصوص عندي جاهز. وشو رأيكم نبلش لهون لبين ما تسوي عندي اللحمة بسلطة الجرجير؟ شوفوا شلون صار عندي القوام تبعها، هذا الشكل اللي أنا بدي إياه. هلأ رح نقيمهم ونخليهم على جنب، وهدول ما عاد بدنا إياهم. ومعاي اتصال راما. ألو، يعطيك العافية. أهلا يا راما. رمضان كريم. رمضان كريم علينا وعليك. شو عامله اكل اليوم يا راما؟ ملوخيه. شو قصتكم مع الملوخيه؟ ان شاء الله الف صحه وهنا. على قلبي. قولي لي شو سؤالك يا راما؟ بيسال زكاتك على المكرونه البارده. المعكرونه البارده؟ احذري شو؟ تمام. احذري شو؟ بكره بدك تعمليها؟ ايه. بكره تابعيني، بكره بدنا نسوي انا وياكي سوا، شو رايك؟ تمام، شكرا كثير. اهلا، حارجع اقول على الكوسه بلبن، هلا بالنسبه للكوسه بلبن كتير سهلة عملتها، مو كل المناطق بتعرف تعملها. هي تقريبا بدنا نحفر الكوسايات، لازم يكونوا صغار، ما بحفرهم حفرة كتير سميكة، يعني مثلا يجور عليهم يا دوب حفرة كتير خفيفة، وانه كمان ما بتاكل لحمة كتير. بعد ما بحشيهم لحمة، اللحمة طبعا اكون بقليتها لحمة مفرومة، ملح وفلفل بس، بقيمهم وبقليهم. بعد ما بقليهم برجع بسقطهم بمي لحتى الزيت اللي غبوا بالقلي، بقيمهم وبكبهم. كون طابخة اللبن، عيار اللبن عندي كل كيلو لبن بياخذ معلقتين من الكورن فلور، فيك تحطي بيضة وفيك لا. اول يوم اللي تابعني اول يوم عملنا شاكري وما حطيت بيضة، وكانت كتير ظريفة، لأنه مشكلة البيضة تاني يوم بتعطي شوية زنخة، وتقدميها مع رز بشعرية وإن شاء الله ألف صحة وهنا. هلأ بالنسبة للجرجير، شو أحتاج هون للجرجير؟ هدول ما بقى بدي إياهم، خلينا ننزلهم مشان نعرف شو بدنا نشتغل للجرجير. أنا الجرجير بصراحة بحب حطها هيك مثل ما هي. هلأ هذا القسم الأخير، طبعا هي مغسولة عندي، هذا القسم الأخير لحقيمه وكبه. هنروح على
الخزانة ونجيب من عنا بير، أو بدنا هيك مثلا جات يكون كتير كبير يساعدنا. هذا كتير منيح. بحب أعطي شكل الجرزة يعني يضل مثل ما هو، ولازم أقطعها تقطيع كتير خشنة بهذا الشكل هيك بهاي الطريقة. طبعاً نحن متعودين على الجرجير، بنحط حمض وثوم، في ناس تقول لك أنا ما بحب عليها ثوم، وملح بس وشوي من السماء مع البصل. لا اليوم أنا بدي أعملها بطريقة ثانية. وهيك ومعنا اتصال. ألو ألو يا ريم، رمضان كريم يا ريم. رمضان كريم علينا وعليك يا حبيبة قلبي. شو سؤالك يا ريم؟ عن المندي. عن؟ مندي. المندي ايه، تكرم عينك فوراً. هلا بالنسبة للمندي أنا بحسه أسهل أكلة بكل أكلات الكبسة والبرياني وهدول القصص، لأنه ما كتير بياخد وقت. ببيركسة بحط الفروج أي نوع أنت بدك، يا أو لحمة طبعاً بتكوني سالقتيه على جنب طبعاً إذا أنت بدك يا دجاج أو لحمة، بس أنا طريقتي إذا عملتها بالدجاج بحط عليه ملح فلفل زيت نباتي وكمية منيحة من بهارات المندي، وبحط معهم شوي من المي، بسكر عليها طبعاً وباقة عطرية، بسكر عليها سلوفان وزيتها بالفرن تقريباً شي ساعة لساعة ونص لحتى يهتري عندي على الأخير. بس طلعه من الفرن بدهن عليه شوي من ملون الطعام وبرجع بشوي بياخذ عندي لون الحمار. هلا نروح على الطنجره. بالنسبه للطنجره بجيب سمنه يعني بكتر كميه تقريبا شي معلقتين كبار لكاستين من الرز، وبقلي معهم الباقه العطريه لحتى تفحفح ريحتها كثير. ما رح اضيف غير عندي شوي من البصله هيك ناعمه، شو بدي لك كثير كثير مفرومه ناعمه، بحطها وبضيفها، بعدين بشيل الباقه العطريه وبخليهم على جنب، بعدين بسقط نصبه الرز وبحط معهم اذا انا عندي مرق دجاج مرق لحمه بحطه، ما عندي بحط مكعب من مرق الدجاج، واخر شيء بحط عليه ملون الطعام، بكون بشعله فحمه وبعمل تدخينه لإلها. كيف بجيب سلوفان او بجيب مثلا بتجيبي عندك مثلا شيء ضد الحراره، بتحطي بقلبه نقطه زيت اي شيء زبد نباتي او زيت زيتون، وبتحطي فوق الفحمه ودغري بتسكري، ونفس الطريقه بتعمليها كمان للفروج، وان شاء الله الف صحه وهنا. هلا هون بالنسبه لزينتها حقيم، وبلش عندي هون شوي من البندوره الكرزيه رح قيمها وضيفها. بس شو رايكم نروح على الفرن ونشوف اللحمه عنا شو صار بوضعها؟ وعم بيرن التليفون واجانا شيء اتصال، لسه بدها شويه وقت. خلينا نساوي انا وياكم صوص اللي انا اليوم كنت قاعده عم اقول لكم عليه. اليوم بدنا نعمل طريقه شوي غربيه اكثر من اللي نحن متعودين عليها. ومعنا اتصال. الو الو ليمار. رمضان كريم. رمضان كريم، كيفك؟ تمام. سمعانتيني؟ نيمار باللام ولا هن كتبوا لي بالنون؟ انا ما دخلني يا نيمار. لا نيمار باللام. اهلين يا نيمار، قولي لي من نسأل عن المحاشي. رجعي قولي لي المحاشي. محاشي؟ ايه تتبيلته. محاشي الشامية؟ ايه. ايه تكرم عينك. اه تتبيلة المحشي. ايه من عيوني. ايه. تكرم عينك. هلا هون مثل ما انتم شايفين عندي بالخلاط رح في عندي شيء اسمه خل البسمك، هذا هلا صار كثير متواجد، نحن كان قبل ماله موجود، هلا صاروا بيستخدموه. عندي هون خل البلسمك، بس بدي هون انتبه على شغله، واكيد طلعت عندكم العيارات قبل شوي على الشاشه، يعني انا اذا مثلا عندي فنجان صغير من خل البلسمك بدي فنجانين من زيت الزيتون مقابلون، هون ححط فنجان صغير من خل البلسمك، رح نضيف هون عندي معلقه من الخردل، معلقه واحده بتكفيني، وهون في عندي رشه ملح، طبعا انت حسب شو بدك، بس انا بظن هاي الكميه كافيه، مع رشه سكر بهذه الطريقه هيك ونكشه صغيره، عشان هيك تقتل الخل بيعطي طعمه ما كثير بقى، لما نحن بنضيف له الملح والسكر بيكسر الطعمه. هلا حنحط على الخلاط، انا شو رح ساوي بهذا الوقت؟ انتم رح تنتبهوا علي، رح صير نزل عندي هون شوي شوي الزيت، بس دقيقه نفتح اول شيء الغطاء.
بيت وقت ما بعرف اذا لسه معنا وقت او لا. سوري هذا المتعود على الفرن كان هونيك وتغير هيك بصير. هلا لحقيه مقطع هون عندي شوي، خلي اعطي شوي اللحمه يعني لسه بدك كمان خمس دقائق بيمشي الحال. هبلش انا اقطع هون عندي البندوره الكرزيه ضيفها على الوش. ومعنا اتصال. الو الو اهلا يا شام، كيفك؟ اهلا وسهلا. رمضان كريم. ورمضان كريم علينا وعليك يا رب. لو سمحتي بدي اسالك عن طريقه فتت الدجاج. فتت الدجاج؟ ايه تكرم عينك. يلا فورا. بس قبل ما اجاوب على فتت الدجاج، كانت صبية قبل شوي عم تسالني على المحشي، هقول لك على تتبيله المحشي الشامي. رز مصري حصران، زيت نباتي مع سمنه، او اللحمه بتكون مدهنه وتحطي دهنه على حله كمان بيمشي الحال. ملح فلفل شويه عصفور مع شويه كمون، وانا بحب احط مع اللحمه وقت بحطها بحط معها سنتين مثل هلا شفتون سنتين توم بفركها مع، بتعطي طعمه كثير طيبه ولذيذه. في ناس بتحط عليها الكمون ناعم، في ناس بتحبها خشنه مثل القشه، كمان بتطلع طيبه. وبتحشي الباذنجان والكوسه وبتسقطيهم بقلب ميه البندوره. كمان حعمل كمان وحده ثانيه وهيك سلطة عندي تقريبا صارت جاهزة. خلينا نأمن على السلطة مشان نبلش بأكلتنا نحضره. هلا هون بدي ورجيكم كيف طلع عندي الصوص. هذا تقريبا بتكون تقولوا مثل الدريسنج ليمون، بس هذا خاص ل هي. عن جد نصيحة نصيحة من قلبي، هذا الصوص عملوه على الجرجير، على أي نوع بتحبوا تحطوه على السلطات. فيكم كمان تحضروه قبل بوقت إذا عندكم عزيمة وتحطوه بالبراد، ما بصير له أي شيء أبدا. هلا رح نقيم ونحط هون عندي الفطر، بلش أزين عندي بهذا الشكل. طبعا انتم لاحظتوا انا بقلبه زيت بقلبه هي، خلص ما بقى بدي اي شيء. ومعنا اتصال سمير. اهلا يا سمير. يعطيك العافيه. واخيرا رجل اتصل. اهلا وسهلا. يعطيك العافيه. اهلا وسهلا. هذيك المره كانت الحلقه كلها شباب. بس بدنا نسالك عن اكله الملوخيه. الملوخيه انا وحده الشاميه الساحليه انا وحده بدها الشاميه. انا وحده الشاميه. الشاميه تكرم عينك فورا. بالنسبه للملوخيه بتقيم من الملوخيه انا بقلي كل شوي بشويتها بالسمنه وبقيمهم على جنب مع يعني شو بدي اقول لك قد هدول جيبتهم مثل ما هو صحيح وقال لي معهم بكزبره يابسه بقيم وبكل شوي بقيم شويتهم وبحطهم مع بعضهم. متى ما حسيتهم تقلي برجعهم كلياتهم على الطنجره نفسها، بكون سالق فروج او لحمه اللي بدك اياه بتقيم وبتصير بتسقي كل شوي لحتى الملوخيه تقريبا بتاخذ معي شي نص ساعه استوي على الغاز. متى ما حسيتها استوت بتوقط الملح تبعها وبضيف عليها على الوجه يعني بقلبها من جوا ملح، عفوا يعني طبعا ملح بس انه توم وكزبره خضراء حصران، بقلبهم تقليبتين وبرجع بجللها بالفروج او باللحمه مع شويه كزبره خضراء وان شاء الله الف صحه وهنا. شو رايكم نروح هلا انا وياكم على الفرن ونشوف اللحمه شكلها استوت؟ بس قبل خلينا نشيل هدول الغراض ما بقى بدنا اياهم. وهلا حارجع صحيح سالوني كمان صبيه هلا قبل شوي على فتت الدجاج، هلا حقلع عليها. هلا هدول خلص ما بقى بدنا اياهم. وهيك صارت تقريبا عندي السلطه جاهزه. طبعا انتم لما بتكونوا بالبيت هيك اعطوا وقت، دائما الاكله كل ما اعطيناها وقت كل ما كانت اظرف واطيب. حنروح على الفرن ونجيب الاكله. اوه ليك اللحمه عندي والبطاطا استووا، رح ورجيكم اياهم. رح احط هي تحت منا، بتعرفوا انتم لانه بيريكس. هلا حجيب انا هون عندي شوي ونبلش بتسقايه صوص عليها. بس شو رايكم تروحوا فاصل ترجعوا لعندي بعد شوي؟ يا مساء الخير عن جديد. بصراحه هاي الحركه ما حبيت ساويها الا معاكم. هلا شفتوا انتم هون عندي هون ساويت صوص الطحينه، رح نزل المرقه اللي نزلت عندي من اللحمه. هي اللحمه اللي انا بدي اياها، انا بدي اياها تكون شوي رخوه، رح اقيمها واضيفها عليها وبلش حرك بهذا الشكل. طبعا هلا فيكم تبدلوا البيركس مشان تطلع احلى، بس على الاغلب على الاغلب ما كثير نحن ضل معنا كثير وقت. حبلش حرك هون، طبعا هي ما بقى بتفيدني، خليها على جنب نشتغل بهي ونبلش نحرك صوص البلندورة اللبن عفوا بهذا الشكل. شوفوا كيف طلع معي مريق، هلا حيبين معاكم. هاي الحركة كثير حتفيدكم لأنه أول شيء أنا إذا بقيم اللحم اللبن وبحطه فوقه ممكن يقرش معاكم، ممكن إذا حطيت لبن يعني بارد على سخن كمان ممكن لا سمح الله يتقل بيريكس. أما هيك أنا كسرت حرارة هون حتى هون يعني تقريبا فيكم تقولوا إنه صارت عندي سخنة، وغير هيك القوام تبع الأكلة حيطلع غير شكل. هلا حنبلش نسقي أكلتنا وكمان حترجع شوي على الفرن. هلا ما بعرف إذا في عنا وقت ترجع على الفرن، بس أنا حابة ورجيكم طريقتها بشكلها النهائي بهذا الشكل. طبعا هي يا دوب بدها دقيقتين كمان بالفرن وخالصين هيك. يا سلام عن جد ريحه بتاخذ العقل.
طبعا انتم فيكم تكثروا الكميه اللي انتم بدكم اياها. وعن جد صدقوني مره كمان حطيت عليها بندوره كثير عطت طعمه كثير طيب. بس لا تنسوا هي الحركه اللي انا هلا سويتها بتقيموا كل شيء نزل، لانه انا عندي اللحمه طالبتها مدهنه، المدهنه يعني بقلبها لي كل شيء نسلى من اللحمه وشوي من الزيت النباتي بتعطي طعمه كثير طيبه لصوص الطحينه اللي عندنا. لاحظتوا كيف انه ما فرط معي ابدا ابدا ابدا؟ كثير في ناس تقولك انا بحب صوص الطحينه بس بيفرط معي، بهي الطريقه بضمن لك 100% انه مستحيل يفرط معك. في مجال نحطه بالفرن ولا خلص الوقت؟ والله خلص وقتنا. طب ما في، معناتها انا حبلش ازين فيها، حبلش حتى هون حنبلش نزين. هلا انا بتمنى من ستات البيوت انه انتم لما بدكم تعملوها بس تحطوها كمان شوي بالفرن، حميلكم اياها بس مشان يبين معكم كيف شكلها. كيف طلع معي؟ لاحظتوا قوام اللبن كيف طلع عندي بياخذ لعل. هلا بدنا نبلش نزين ونختم سفرتنا لليوم. هلا هون بالنسبه لهي الاكله كمان حضيف عليها شوي من حبات الجوز الكامله على الوش، كثير ظريفه وحتى شكلها بياخذ لعل. يعني اليوم غيرنا شوي بسلطه الجرجير عن السلطات اللي نحن نعرفهم. هيك يا سلام منظرها، عن جد منظرها بياخذ لعل. طبعا اذا كان كمان هيك جات اكبر ممكن كمان يطلع احلى. هلا